لكم برنامجنا هذا سميرس كيتشن، وقدم لكم أحلى وألذ الوصفات، أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم رح أسوي لكم كريم تشاب اللحم. There will be a recap in English by end of this episode for our show today, beef cream chop. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. To purchase my cookbooks, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ, A Baking Journey, you can email me to order directly from me, schola11@yahoo.com, or you can order from amazon.com. رح نبدأ برنامجنا اليوم أول شيء لتحضير هذا الكريم تشاب. أول شيء طبعاً عندنا هنا لحم، خلينا القصاب يقصنا إياه رقيق كلش، وقصيته على قطع، حاولت بقدر الإمكان حتى كلها تكون متساوية. طبعاً تقدرون أنتوا تقصوه بالأحجام اللي يعجبكم، تقدرون تستعملون قطع أكبر أصغر، بس أنا قصيته بهذه الأحجام اللي راح تكون طبعاً ورا ما ندقه وينفتح راح يكبر الحجم عمينا. سو راح نبدي أول شيء هنا أنا عندي كيس نايلون، راح نخلي تقريباً 5 إلى 6 قطع لحم بالكيس هذا، أو حتى إذا ما عندكم كيس طبقتين من النايلون، واحدة فوق اللخ وبيناتها راح يكون اللحم. وعندنا مطرقة مثل هذه راح نبدي ندق اللحم. نقلبه وندق من الجهة الأخرى. رح ناخذ القطع هذه ونصفها في معون، شوفون شلون رقيقة صارت كلش. وإحنا طبعا هذا هو الغرض من هذه العملية كلها، نريد نرق اللحم بقدر الإمكان، مش قد ما يكون رقيق كل ما يكون أحسن. رح نتبل بالملح والبهارات. ونكمل كل قطع اللحم بنفس الطريقة. حضرنا اللحم كله وتبلناه، وهسه حاضر يا حتى نكمل الخطوات الأخرى اللي هي أول شيء رح نبدي بالطحين. للطحين رح نضيف نشا. النشا راح تساعد على الكريم تشاب يكون اكثر مقصب. صراحه نضيف النشا للطحين، طبعا المقادير كلها موجوده في صندوق الوصف. راح نخلطه، وهنا انا عندي بيض، راح نكسر البيض في اناء ثاني، وله راح اضيف الحليب وراح نخلطه كل زين. وهنا أنا عندي فتات الخبز طبعا اللي هو كلش ما بي اي اشياء، ما بي لا ملح لا بهارات لا اي اشياء اخرى، ما يكون متبل باي شيء، يكون تقريبا بس خبز وحده يكون ميبس وتثرمنا ناعم كلش. سويت هذا بالبيت، تقدرون تشتروه همينة من الاسواق. سو صراحة نبدي بهذه الخطوات. سو هنا أنا عندي اللحم اللي هو متبل، ولازم نتأكد خطوة كلش مهمة بأنه قطع اللحم لازم تكون كلش يابسة، ما تكون ميكون بها أي محلول أو أي مي طبعا يكون بها، حتى تنطينا نتيجة كلش زينة. فأول شيء راح ناخذ قطع اللحم وراح نتبلها بخليط الطحين والنشا، نتأكد بأنه نتخلص من أي طحين زايد، ونخليها بخليط البيض والحليب. نتأكد بأنه جهتين تكون ملوثة بخليط البيض، نتأكد بأنه نتخلص من أي بيض زايد بها، ونخليها بالإناء الآخر اللي هو
بفتات الخبز. نتأكد بأنه الجهتين راح يلزق عليها فتات الخبز ونضغط عليها شوية حتى نتأكد بأنه راح يلزق عليها. وناخده ونصفه في الصينية. نضغط عليها كل الزين حتى نتأكد بأنه راح يلزق عليها. ونكمل هذه الخطوات ويا قطع اللحم اللخة. عندنا صينية كملت، راح نخليها بالثلاجة. طبعا ما راح نغطيها، راح نتأكد بأنه كل شيء راح يبقى يابس، ما يريد يصير طبعا رطب، وهذه بعدين ما تنطينا نتيجة كل الزينة. نخليها بالثلاجة لمدة ساعتين 3 ساعات قبل ما نبدي بقليها. حمينا الزيت تقريبا 340، لازم يكون بين 340 ل 350. الزيت لازم يكون كلش حار. هسه راح نبدي، طلعنا الصينية من الثلاجة ورما تركناها ساعتين بالثلاجة، راح نبدي بالقلي. مريد نضيف قطعة هواية حتى لا تنزل حرارة الزيت، قطعتين. تكون القطع كلش رقيقة، ما راح تستغرق وقت هواية حتى تنطبخ. راح نشيلها القطعة الأولى ونخليها على بيبر تاول حتى إذا أكو أي زيت زايد نصفيه على البيبر تاول. شوفون شلون منظره كلش حلو وريحته كلش طيبة، طريقة ناجحة كلش. ورح نستمر بقلي القطع الأخرى كلها بنفس الطريقة. خلصنا قلي الكريم شاب كله، وشوفون خلينا بيبر تاول بيناتها حتى إذا أكو أي زيت راح يتسرب على البيبر تاول، ونتركه عدة دقائق فقط حتى قبل ما نقدمه. صفينا الكريم شاب كله بالصحن هذا، طبعا دائما نقدمه ويا الطرشي، وراح اخلي لكم اللينك للمخللات والطرشي. وطبعا هذا سوينا اليوم كريم شاب اللحم. اذا يعجبكم مع الدجاج عندي حلقه مسجله سابقا، راح اخلي لكم على اللينك بصندوق الوصف. اشكركم شكر جزيل متابعتكم برنامجنا اليوم سميرة سكيتشن. برنامجنا اليوم سوينا كريم شاب اللحم، شوفون طريقه شلون سهله ومميزه، وطلع عندنا كريم شاب بطريقه ناجحه كلش. تشوفون شلون الطريقة اللي نعرف بها بأنه الكريم شاب هو الناجح، بأنه هذا الغلاف كله ما ينفصل عن اللحم، وهاي هي الطريقة الناجحة 100%. من انفصل هذا الغلاف عن اللحم معناها الغلاف أو الخلطة ما كانت زينة، والطريقة ما كانت طبعا متبعة بطريقة صحيحة. سو هذا هو السر الوحيد اللي نعرف به أنه الكريم شاب يكون بطريقة كلش ناجحة، من ما ينفصل هذا الغلاف عن اللحم. إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع وصفات ألذ وأطيب. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. Subscribe to my YouTube channel, like my videos, follow me on Instagram and Facebook. Recap for today's episode, we made beef cream chop. So first of all, we used thinly sliced beef,
We cut it into portions, and then we pounded the pieces of meat in between two pieces of plastic to nicely thin. And then we season it with salt and some baharat. For the breading, we mixed some cornstarch with the flour, and then we mixed some eggs with milk, the second bowl, and then we used breadcrumbs. So first of all, we dipped the pieces of meat that we pound them into the flour mixture, drenched them, making sure it's nicely coated with the flour, and then we shake it to make sure any excess flours will be out, and we dipped those pieces into the milk and egg mixture, and then we drained it very well, and then it went into breadcrumb, make sure all pieces were coated with it. We pressed on it, making sure it's gonna adhere on the meat. We placed it on a tray, and then we left the tray uncovered in the fridge for about 2 to 3 hours. Then the cream chop was ready for frying. We heated some oil to 350 degrees temperature, has to be very hot, and we deep fry both sides until nice and golden, and then it was ready for us to be served.